السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هندخل موديل جوه برنامج السينكرو، فهقول له امبورت، وممكن ندخل ملف اي اف سي او ندخل ملف سي دي 3 دي. هنلاقي ال 3 دي عنده دي دبليو جي ودي اكس اف ودي جي ان، حاجات كتيرة جدا. فخليني اجي كده واقول له افتح الملف الاكستنشنز، تعال نشوف الامتدادات. المهم كل حاجة 3D عشان تظهر معانا بشكل كويس. اعتقد ان الحاجات اللي هي ال DAE كنت اعملها انا 3D. اقول له امبورت، بيبدأ يدخل لي الملف، بيقول لي اربطها مع ريسورس. ماشي، طيب ممكن تدوس رايت كليك وتيجي هنا عند الكاميرا وتبدأ تختار هل انت عايز تعمل اوربت ولا روتيت ولا ايه بالظبط اهوت. طيب ممكن تعمل سيلكت مثلا على السيرفز اللي بره ديت وتشيل علامة الصح منها بحيث انها تختفي. طيب لو انت عايز تعمل سيلكت على بعض العناصر ممكن نيجي هنا، هنا ظهر عندي التاسك بروبرتيز، فاقول له لا هات لي الويندوز، واقول له ان احنا عايزين هنشوف هنا الخصائص اللي هي 3D بروبرتيز وال 3D فيو بروبرتيز. فهنا في ال 3D فيو بروبرتيز بتلاقي خاصية اللي هي سيلكشن تول، بيقول لك ويندوز ممكن تختارها ويندوز بولجن، ممكن تختارها كروس بولجن، يعني ويندوز بولجن بالشكل دوت. هدوس شيفت عشان اقدر ان انا ارسم اكتر من خط اهوت. انا دلوقتي ده شيفت وبدوس كليك شمال كده، انا عملت سيلكت على بعض العناصر. ممكن تقول لا ده انا عايزها على شكل كروس بولجن، ودوس شيفت اهو ودوس مرتين يجيب لي اختيارات للحاجات الموجوده هنا. لو انت عايز تعمل سيلكت لاي حاجه بتبدا تختار بقى انت عايز تعمل بأي طريقه، مثلا طريقه الويندوز بس بالشكل دوت. وهنا بيقول لي التايتل 3D، ممكن تغير الاسم ده لأي اسم انت عايزه. في 3D View Properties بلاقي خاصية اسمها الكاميرا، هنا بنلاقي الكاميرا مود معمولة اوربت، ممكن تغيرها روتيت ويبان وزوم ووك زي ما احنا شفنا هنا. لما بتدوس رايت كليك وتقول له كاميرا وتختار اللي انت عايزه. الجميل بقى موضوع ايزومتريك، تمام، هتدوس هنا هيبدا يعملها لك بشكل برسبكتيف بالشكل دوت. هي الفكره كلها ان هل المقاسات هتبقى زي ما انت شايفها في الحقيقي ولا بيخلي الحاجه القريبه منك تبقى اكبر بالشكل دوت. تمام، يعني خلي بالك هنا لما عملت العلامه بقى البعيد زي القريب، انما لما بشيل العلامه ديت بيبدا تظهر كانك انت فعلا شايف حاجه في الوضع الحقيقي بتاعتها. فدي كان اختيار بيسهل عليك الشغل.